مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي شفتيف البث المباشر مباشره من مدينه الجديده بالشاطئ الصخري. اليوم كنشوفوا شاب من شباب مدينه الجديده اللي هو مقهى سلمان. شاب دار مشروع مقهى متنقل في طوموبيلته، وباش ما يبقاش يعني كاع فيهم لا خدمه يعني، واذا انتم كتعرفوا ما كاينش فرص الشغل بزاف، والانسان باش ما يضيعش راسو يبقى غير بارك ويتبع الطريق اللي ما باغي اللي ما باغيهاش، انه قرر انه يدير هذا المشاريع. طوموبيله اللي كتنقل بها هو العائله ديالو ولا ديالو هويا، ردها مشروع صغير للاسترزاق اليومي ديالو. كما كتشوفوا داير طوموبيله ديالو، داير فيها البريسا كيصيف فيها القهيوه. تبارك الله اللهم بارك، سمح لي الحاج. هو داير لاطيراس ديالو هنايا كما كتشوفوا، يعني اجواء جميله في الشاطئ الصخري. يا القهيوه تبارك الله، يعني بحال مريح في قهوه كبيره، غير هذه قهوه مختصره كما هنقولوا. غادي نعرفوا الكثير من المعلومات من عند الشاب هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واخا عاود لينا كيفاش فكرتي في هذا المشروع، كيفاش يعني بلتي مع راسك قلتي غندير هذا المشروع؟ يا خويا العام الاول باش كتفكر دير شي مشروع هو كتفكر تحارب البطاله، راك عارف الدوله كي دايره، كتفكر تحارب شويه البطاله. وعملت واحد شويه ديكسبيريونس، عندي واحد ديبلوم ديال لاكويزين، وكنت كنستاجي في اوطيلات وهادي، وداك الاوطيلات كانوا فيهم مقاوي، ومن تما تعلمت شويه ديال الحرفه ديال البريسا، حيت ماشي اجي وخدم بريسا. يعني الاغلبيه هنايا ديال الناس ما عندهمش فكره على الدومين هذا وخدامين فيه، ولكن انا غير حارب البطاله وصافي. الناس البريسا راه ماشي سهل، البريسا خاصك تكون فنان. البريسا خاصك تكون فنان باش تعطي واحد المشروب في المستوى تعطيه الزبون. يعني راه الاغلبيه كاين شي ناس ما عندهمش كاع فكره على ما عمرو خدم في بريسا ولا شي حاجه، وكيحط طوموبيل وكيبي خدام. والله يسهل على اي واحد. كيفاش جاتك الفكره طوموبيل تكون منها مشروع؟ كما غنقولوا حنا تاكل وتوكل. والفكره اخويا هي كما قلت لك، هي بنادم ما خاصوش يبقى مريح، خاصو فهمتي ديباني باي حاجه. اي حاجه ديباني بها باش تجيب النهار ديالك. انت قلتيها شي نستغلوها في شي حوايج. استغلوها انا من الاوائل هنايا. من الاوائل في هذا الشارع الناس. حنا كنت الاول من الاوائل. وعندك واحد ثلاثة العوامل اللي خاصهم يكونوا عندك إذا كان عندك شي بروجي بحال هذا. أول حاجة اللي هي عامل خاصك تتعامل مع الناس معاملة زوينة، وثاني حاجة هي الهيجين اللي هي الأهم في هذا الدومين، ولا كاليتي. هاد ثلاثة العوامل اللي كانوا عندك غادي يكون المشروع ديالك ناجح. يعني قد ما خرجوا كاليتي زوينة قد ما كاليتي زوينة قد ما الكليان وقد ما الكليان كيجي عندك، والمعاملة شيء. إذا ما كانش عندك المعاملة راه ما يجيش عندك الكليان. أول خسارة القهوة هما تهراز ديال واحد ولكن انت عندك خاصك تربح كليان مثلا. رست ثلاثة أربعة ماشي مشكل، إذا كان كليان غيبقى يجي عندك شرط. وهاني ماشي مشكل، هذه داخلة في المعاملة مع الكليان. بالنسبة لك عليك ديال القهوة شنو كان منها؟ نعم؟ لك عليك ديال القهوة اللي كبير يعني. يعني الناس واش كل قهوة عند الجو ديالها ولا كلها حنا جو؟ حنا خدامين هنايا على حساب الجو. دابا ملي كتكون الحرارة التمبيراتور كتكون طالعة شوية زايدة تقدر تخرج لك قهوة شوية محروقة، ولا كان الجو عادي كتخرج لك قهوة زوينة. ولكن هذيك ديال القهوة المحروقة كطرا شي مرات ملي كيكون الحرارة خاصك تريق الطومبيراتور ديالها تنقص لها شوية من السخونية باش تخرج لك قهوة زوينة، عشان راه مقابلين مع الجو راه حنا برا. إلا قلنا هاد الشاطئ الصخري قبل ودابا؟ هاد الشاطئ اخويا الصخري قبل ما كانش كيجي لي الناس، ما كانوش كيجيو هنا، كان الدنيا خاوي، كان السيارات قبل الانجليزي، السيارات قليل. ومن جاو هنايا اصحاب المقاهي المتنقله زادوا واحد 60% الجماليه ديال الشاطئ الصخري ديال المدينه الجديده. يعني الناس ولاو كيجيو هنايا حيت عارفين كاينين اصحاب المقاهي المتنقله، كيجيو يشربوا قهوه، كيريحوا حدا البحر شويه، يشموا شويه الهواء. اما شحال هذا اخويا راه ما كان كيوصل حتى واحد، ما يقدرش بنادم يجي. بديتو تشموا مضايقات مع اصحاب المقاهي والدواب؟ وضروري كتلقى واحد المضايقات، حيت كيقول لك حنا خاصو ضرائب ومسائل، كتجي حتى هي ضروري كتكون واحد الاكراهات من اصحاب المقاهي. علاش الانسان واخا حنا بعاد عين، حنا حتى كتشوف فينا شو المقاهي فين وحنا فين. واصلا كليان بغى يمشي للقهوه غيمشي للقهوه، اللي غيجي هنا غيجي هنا، فهمتي؟ عنده حريه الاختيار ديالو. الرساله ديال الناس ديال الجديده انهم يجيو عندك حتى هي الجو في بلاصه باش تبغى يجيب القهوه ديال الفلان ديال القهوه في المانع. مدرسه الياس
وهبط نيشان رانفو طوموبيل الاولى. اول واحد اول واحد في هذا المقاهي اللي كاين هنا في شارع مصر طوموبيل الاولى مقا سلمان وكاين كاليتي وجوده. زعما شنو تنصح الشباب اللي عاطي عندنا؟ انا كنصح اخويا الشباب هو يخدم فاش ما كان ما يجلس حيت لو جلس غادي يعجز وغيبقى حياته كامله بحال هكا. يعني بنادم يدير باني فاش ما كان يبشاكر فرص عمل ويدير باني فاش ما كان يخدم. يعني يبقى شي جالس في الضاله بحال ما دار شي والو. شكرا. يعني المشاهدين مشكورين شفتوا كما شاهدتوا معنا اخ سلمان كيخدم على لاكاليتي كيخدم على راسو وبهذا كنتمنى تكون وصلت الفكره للشباب ونتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امان الله. إلى اللقاء.